خير يا ربي. قلت شق الصعب النبي شوفوا يا إخواني أثر النفقة في تيسير الأمور الله. لأن الله تعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. من أسباب تفريج الكرب من أسباب تيسير الصعب ما هو؟ النفقة والصدقة. بل الأمنية العظيمة موجودة في كتاب الله، أمنية يتمناها كل إنسان مات. ميت يتمنى أمنية؟ نعم ميت يتمنى أمنية. ماذا يتمنى؟ يتمنى أن يعود. من أجل ماذا؟ ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لماذا اختار الصدقة؟ لما وجد أثرها في الجنة. يا الله وغير شاف النعيم. نعم فطلب هذه الأمنية أن يعود الدنيا حتى. لذلك أقول الله. لا تجعل الصدقة بعد الموت أمنية، لا اجعلها حقيقة، اجعلها حقيقة الآن، اجعلها حقيقة لا تجعلها أمنية. يا سلام مالك ما قدمت. لا يا العبد يقول مالي مالي، إنما مالك والله ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت وأنفقت فأمضيت وأبقيت. هذا هو مالك. يا سلام. بعد الموت ليس مالك أبدا، ليس مالك، مال الورثة حتى وإن كان ورثوه منك، فقدمه الآن. قد يقول قائل هل هذا المال إذا قدمته يعود على أولادي؟ نعم يعود بالبركة، يعود بالرزق، يعود بالمضاعفة. وهنا مسألة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. مو شرط يخلفه مال، يخلفه صحة عافية، يخلفه رزق، يخلفه شفاء، يخلفه دفع بلاء، يخلفه وظائف للأبناء. يا سلام. يخلفه سلام. كذلك زوج للبنات. الله. وذكرت قصة قديمة، والله قصة يا إخواني ليس من المبالغات. قبل القصة رجل ولا بتقولها؟ قولها صار في قلبي يا شيخ. التضرين أستاذ. رجل وأنا خارج من المسجد أخذ بيدي في قرية أخذ بيدي قال يا شيخ محمد ادعوا لي بناتي. والله يا إخواني عندي 7 بنات ما تزوجت واحدة منهن. وتعرفون البنات بالنسبة للآباء والأمهات من أسعد لحظات عمر أن يتزوجوا ويروا أحفادهم كما هو حال الأبناء، يطمئن عليهم. قلت سأدعو الآن لهن، لكن هناك أسباب معنوية ومادية سأدعو لهم الآن، لكن أنفق وتصدق ولو بقليل. الله. قال أنا ما عندي يا شيخ محمد بنية أنهم يتزوجون. بنية أن يتزوج. يا الله. فسبحان الله تدور الأيام، والقصة والله ليس من المبالغات، لا صادق إنما صادق والله من المشاهدات صادق. تدور الأيام وأنا أزور هذه المنطقة كل بعد فترة، زرت ولقيته فسلم علي قال والله الأولى جرت الثانية والثانية جرت الثالثة كالسبحة. الله. أختها تجر أختها في الزواج. لذلك أقول والله لو تدرون أثر النفقة على البيوت والمراض والبلاء وصلاح الأبناء لما تأخر أحد، كما قال أنس باكروا أي بادروا بالصدقة فإنها لا يتخطاها البلاء. الله أكبر. لا يتخطاها البلاء. سعدك الله شيخ محمد. معنا اتصال وبرجع لك شيخ محمد. الأخت نورة السلام عليكم. الأخت نورة أول شيء أشكر الشيخ الله يطول عمره ويجزاه خير على كل كلمة قاله. آمين. والله يا شيخ لو بيجي أتبرع لك 100,000 نيتك أنت. الله يبيض وجهك. لك أجر النية إن شاء الله. تبرع نيتك. من هم بعمل صالح ولم يفعله كتبت له حسنة. الله أكبر. الله يقبل منك. والله شيخ يطول عمرك على كل كلمة قلتها ويجزاك خير. آمين. كل أجرك. تدعو لك شيخ. الله يطول بعمرك. أسأل الله تعالى أن يبارك لك في عمرك وفي نفسك وفي أهلك وفي حياتك وفي سعادتك، وأن يحفظك من العين والحسد وشر الأشرار وكيد الفجار، وأن يعطيك الله تعالى حتى يرضيك، لأن الله تعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. آمين. الله يبارك فيك. اللهم آمين. في نقاط أبغى لك. سمي عندك 100 نقطة. عادي غير موجود. مو موجود. استاهل استاهل. من؟ نواف من منصور. استاهل نواف. الله يجزاك خير يا اخت نورة وما قصرتي. واللي بيتصلون يعذرونا ترى ممكن نتاخر عليهم شوي لان الشيخ يكون في قصه وكذا ومستحيل اني بقطعه. فاذا انتهى منها ان شاء الله باخذ اتصالكم. سام يشوفونكم ما يحتاج. سام نعم. صدقه وكفاءه الايتام. نعم. في احد الاشخاص عندنا في الكويت. نعم. وشخص معروف احنا ندري انه كافل يتام. كنا نسولف يعني عنه دائم حنا
يمكن البيئة اللي حولنا بس تدري عن كفالة اليتيم ولا يسولف عنه، بس احنا ندري نقول الله يجزاه خير، كيف كفالهم وكيف كذا وكيف كذا، يعني شيء جميل جدا. فتوفى الله يرحمه. الشخص اللي غسله جانا بعد الغسال المغسل بعد ما غسل المغسل يسألنا، قال الرجال هذا له خبيئة مع الله، وش هي؟ قلنا ليه؟ قال والله العظيم منه من أخف الجنازة اللي شلتها لي 5 سنين. لا إله، من أخف الجنازة اللي غسلتها وشلتها 5 سنين. الله. عثمان بن مضعون لما مات رأت زوجته، حديث صحيح، رأت زوجته نهرا يجري تحته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي دفنه بيده، فأخبرت النبي قالت رسول الله رأيت نهرا يجري من تحته، قال ذاك عمل صالح يجري تحته، كان غنيا وكان ينفق. يا سلام. لذلك أقول والله يا إخواني، هذه كلمات شوية بسيطة لكنها تصل إن شاء الله، وأنا دائما أرددها، ترى الكفن، الكفن ما في جيوبنا نحمل معنا. نعم. ما في جيوب نحمل معنا، اجعل النفقة والصدقة والمال يستقبلك في قبرك، يكون لك نور وسرور وحبور. اجعل النفقة تستقبلك في قبرك، اجعل النفقة تستقبلك عند لقاء ربك، اجعل النفقة تظلك تحت ظل العرش، لذلك تستطيع الآن ما لا تستطيعه غدا. وتأكد كما قال النبي 3 أقسم عليهن وحدثكم بحديث احفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة. النبي يقسم لن ينقص، سيزيد أضعاف مضاعفة، ما ينطق عن الهوى أبدا. لذلك لا يأتي الشيطان ويبخل الإنسان، ومن يبخل يبخل عن نفسه، انتبهوا. يا سلام. والعاقل هو الذي يبادر حتى وإن كان قليل، اتقوا النار ولو بشق مو تمرة، شق تمرة، يا الله، بشق. والعاقل هو الذي يعرف أنه كما قال تعالى آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، نفع ما تدرون أيهم أقرب لكم نفع. يا سلام. يا سلام. سم يا عفان. سم العدو. هذه سالفة قد قلتها للشباب، فيش أحد الأشخاص